بتحاول على النيابة، النيابة بتحاول على المحاكم. عمرك ما خدت على مصدرك ده للناس اللي انتوا بتقابلهم؟ محدش يقدر يوصل لنا. تمام، انت ممكن تعرف امكانيات البوليس بالظبط، لكن مش ممكن تعرف امكانيات المجرمين دول، ولا مين معاهم، ولا هما مين بالظبط. ده انا بطل احلى من نفسي، احلى من حلم واكتمه. اسمع حسن، سبب احترم تفكيرك، احترم تفكيري. هترجع تقول لي حلم تاني؟ عيب. ما اقدرش. اسمع يا حسن، معرفه المصدر مساله مهمه جدا في اقامه الدليل. يعني ما اقدرش اكتب التحريات بتاعتي اني عرفت ده بناء على حلم واحد صاحبي. النيابه تضحك علينا. المصدر بتاعي ما ينفعش دليل في اي قضيه. يبقى دليل براءه مش دليل ادانه. قصدك ايه يعني؟ يعني اللي سمعته انا المصدر بتاعي بوظ اي قضيه. هي دي المصيبه، هي دي المصيبه. في حالات كتير قوي بيكون الالتزام بالقانون في صالح المجرم. كان جريمه رشوه خد البراءه الخطا في الاجراءات. قول له كم عدد مخدرات خدت براءه عشان حفوه بسيطه في محضر الضبط؟ وكام 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 وكام؟